احنا بالتأكيد طبعا كل توجيهات وتعليمات دولة رئيس الوزراء فيما يتعلق بتخفيض عدد الموظفين داخل الوزارة، الإجراءات الاحترازية والإجراءات الحقيقة الصحية اللي لازم الوزارة تتخذها، كلنا ماشيين بالكمامات بالتأكيد، التعقيم بالتأكيد انه أثر هذه الأزمة يعني طبعا مش عايزة أقول سلبي، إحنا ما فيش حاجة ممكن إن هي توقف الوزارة عن عملها، إنما بالتأكيد إنه لقاءاتنا بالجاليات في الخارج، مؤتمر الكيانات اللي كان المفروض إن إحنا نعمله في أغسطس للكيانات المصرية في الخارج، رحلات الجيل الثاني والثالث اللي الدولة بتنظمها في مصر، طبعا كل هذه الأنشطة بهذه الأزمة يمكن قلت، إنما طبعا بالتكنولوجيا الحديثة بنقدر إن إحنا نتغلب على هذه التحديات وبنوصل للجيل الثاني والثالث. النهاردة لسه كانت أعلنت وزارة الهجرة ترجمة مسلسل الاختيار باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية، وبننشره على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للجيل الثاني والثالث عشان يعرف الدولة بتمر بإيه، وأبطالنا سواء من الجيش والشرطة إزاي بيدافعوا عن هذه الدولة. المجهودات لا تنتهي، ما فيش حاجة هتوقفنا عن وصولنا للمصريين في الخارج، تعاملنا بالتأكيد مع العلماء والخبراء في الخارج لم ينقطع في هذه الأزمة، بنشتغل ربنا إن شاء الله يرفع يعني الوباء عن بلدنا، إنما بالتأكيد في ظل إن إحنا بناخد كل الإجراءات الاحترازية داخل الوزارة، إنما الحقيقة كل فريق وزارة الهجرة بيشتغل وقادر إن شاء الله إن هو يعدي هذا التحدي.